اليوم راح نكمل معكم الجزء الخامس من الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. فإذا عجبك العنوان خليك معي للآخر، لا تنسى الهاند واشنج، البس الجلوفز، هات الماسك وتفضل معي. في هذا الفيديو بنعرض عدد من الأسئلة التي وردتني سواء على الخاص، على الإيميل، على رسائل الصفحة على فيسبوك أو تيك توك أو إنستغرام، أو تعليقات مباشرة على فيديوهات القناة على يوتيوب. أنت ليش بتشجع الناس على الهجرة وإنهم يتركوا بلدهم؟ أنا شجعت حدا؟ يا جماعة، أنا كل فيديو بأول الفيديو بقول لو أنت ممرض وأنت حابب تطلع على أمريكا، تعال أفهمك شو التفاصيل والأوراق المطلوبة والرسوم المطلوبة وإلى آخره. أنا ما قلت لو أنت قاعد في بلدك مرتاح ومبسوط وحط رجل على رجل وما شاء الله عنك، تعال أخليك تقطع مالك وعيالك، تعال أخليك تسيب بلدك وأهلك وناسك وخليك تتغرب وتموت من الحنين إلى الوطن الحبيب. أنا قلت إذا أنت حابب تتغرب أنا بساعدك، لكن أنا مش راح أقنع حدا حاب يظل إنه يسافر، ولا راح أقنع حدا حاب يسافر إنه يظل. كل واحد حر بحاله، فأنا ما بتحاسب على اللي أنت فهمته، أنا بتحاسب على اللي أنا قلته. أنا دائما بقول لو أنت حابب تسافر، متى أفضل موعد لحجز موعد امتحان إنكليكس؟ شوف أنا راح أجاوبك، بس لو أنت مسجل مع شركة هم راح يدلوك إمتى. أنت راح تبلش تدرس لامتحان الإنكليكس، راح تجيب كتاب الساندرز تبلش تدرس فيه، منطقيا راح يأخذ معك من 80 إلى 90 يوم. بعد هيك راح تشترك في موقع اليورد اللي هو أسئلة مقترحة، راح تشترك في حساب مدته 3 أشهر، لكن أنا متأكد مش راح يأخذ معك شهرين. مجرد ما اشتركت في اليورد وراح شهر وضايل شهرين، تحجز موعد الامتحان، لأنه بالوضع الطبيعي أي مركز امتحان بدك تحجز فيه راح تلاقي المواعيد من هون لعشرة أيام 15 يوم محجوزة. فأنا مثلا لنفرض أنه 1/8 بلشت أدرس للامتحان، المفروض 1/11 ختمت الكتاب، المفروض 1/2 فبراير بدي أكون مخلص اليورد. فأنا باجي يوم 1/1 اللي هو رأس السنة بحاول أحجز موعد بحيث يكون بعد أول يوم من شهر فبراير أو بعد 1/2، عشان أكون متأكد أني ختمت المادة في هاي الفترة. فأنت بتشوف يوم ما اشتريت كتاب الساندرز وقريت أول صفحة فيه، بتزيد بعدها 6 أشهر أو 6 أشهر و15 يوم مثلا، وبتحجز هذا اليوم بالذات أو ما بعده. هل ممكن نأخذ فكرة عن موقع يوورد أم أنه مدفوع فقط؟ لا طبعا ممكن تأخذ فكرة. ادخل على موقع يوورد راح تلاقي شيء اسمه فري تور أو جولة مجانية، بتسجل، تعمل أكاونت، بتشوف لك أكم من سؤال، بتشوف كيف شكل الأسئلة، كيف تجاوبها، بتشوف كيف شكل البرفورمانس أو الإحصائيات اللي بعطيك إياها، وبتشوف كيف تتعود على إنك كيف تستعمل هذا الموقع. في فيديو لحال أنا عملته عن موقع اليوورد، أو بترك لك الصورة المصغرة تبعه هون، دور عليه وشوفه. كيف طريقة دراسة اليوورد؟ أقصد كيف نقسمه على عدد الأيام وكم سؤال نحل باليوم. أنا بنصحك بالطريقة اللي أنا اتبعتها. دراسة اليوورد لازم تكون تدريجية. الامتحان الأصلي راح يجيك 85 سؤال، صح؟ صح. فأنت طبعا 85 سؤال في يوم واحد تحلهم وتقرأ الراشونال تبعهم راح تحتاج فوق ال 15 ساعة. فالشغلة تكون تدريجيا. تيجي بتشوف أسئلة الامتحان قديش، مثلا 2000 2200 مهما كانوا، أسبوع كامل كل يوم بتحل 20 سؤال وبتقرأ الراشونال تبعهم، وبتشوف الورق اللي قلت لك حطه على جنب اللي كنت تلخص عليه جداول وأشياء زي هيك، إذا في معلومة موجودة بالراشونال مش موجودة في كتاب ساندرز بتضيفها على الورق اللي كنت تلخصه، الملخصات تبعك. الأسبوع الثاني 30 سؤال كل يوم، الأسبوع الثالث 40 سؤال كل يوم، الأسبوع الرابع 50 كل يوم، وهكذا. بالطريقة هاي الكتاب مش راح يأخذ في إيدك 45-40 يوم، أنا أخذ معي 37 يوم. ما أفضل دولة لتقديم امتحان الإنكليكس RN؟ بالنسبة للامتحان، الامتحان هو وين ما تروح، لكن أنت بهمك دولة ترتاح فيها، تكون قريبة منك، ما تقعدش 15 ساعة رايح 15 ساعة جاي بالطيارة، الأكل تبعهم يكون مقبول. يعني أنا قدمت بالهند موت تموت، كل الأكل شطة. تكون دولة حلوة بحيث أنه لو خلصت الامتحان ولسه معك يوم أو يومين زيادة تطلع شمت هواء أو سياحة أو تنزل على البحر إذا في بحر قريب، وهكذا. بس بالنسبة للامتحان كامتحان هي نفس الأسئلة ونفس الطريقة ونفس السيستم في كل دول العالم.
في بنت سألتني هل أستطيع أن أخذ أخي معي إلى أمريكا لأنني عازبة؟ مع احترامي إليك يعني ما في شيء اسمه أخذ محرم معي على أمريكا، مش عشان هم دولة غير مسلمة، لكن لو فتحوا هذا الباب للناس العرب بالذات أو المسلمين بالذات راح يصير كل واحد حابب يطلع هجرة غير شرعي يقول لك أختي ممرضة أو دكتورة بدها تشتغل في أمريكا وأنا طالع معها محرم، فراح ينفتح عليهم باب ما راح ينسد. على كل الأمان مش مفقود للدرجة اللي أنت بتخيليتها، في أماكن آمنة وأحسن من بعض بلادنا العربية. هل كل المتقدمين لامتحان الآيلتس يجيبون على نفس النوع من الأسئلة؟ فهمت شو قصدك، هاي المعلومة نسيت أقولها في فيديو امتحان اللغة، اللي هي أنه الآيلتس بالذات في إشي اسمه آيلتس أكاديميك، في إشي اسمه جنرال. الجنرال بعطوه للناس اللي مطلوب منهم معدل قليل وهم أصلا داخلين ليفل قليل، يعني مثلا أنا خلصت صف عاشر ابتدائي بدي ادخل على اول ثانوي او على ثانويه عامه، بيقولوا له قدم الجنرال لو جبت 4 من 9 بنقبلك مثلا، او مثلا انا انسان صنايعي ميكانيكي دهين طريش بليط نجار حداد شو مكان بدي اروح اشتغل في بريطانيا، فراح يقولوا له قدم ايلتس جنرال وجيب 3 من 9 او 4 من 9 بنعينك. بنطلب. فالناس اللي مش متعلمين بالعاده او بكونوا صفوف اقل من ثانويه عامه بيطلبوا منهم الجنرال. الناس اللي زينا معاه بكالوريوس وبده يشتغل، او معاه بكالوريوس بده يقدم ماجستير، او معاه ماجستير بده يكمل دكتوراه، بيطلبوا منه الاكاديميك. والبي تي اي نفس الاشي، والاو اي تي كلهم نفس الاشي. هل امتحان الايلتس ورقي ام محوسب؟ في موجود الاثنين، بعض المراكز موجود فيه ورقي ومحوسب، وبعض المراكز فيه محوسب فقط، وبعض المراكز بيكون مثلا كل سبت 2 4 ورقي، كل احد 3 5 محوسب. انا بنصحك او بنصحك انه قدم الايلتس محوسب لعده اسباب. اولا لو بدك تاخذ كلمه من القطعه وتحطها كجواب لسؤال كوبي بيست على الكمبيوتر سهله، لكن بايدك بتاخذ وقت. رقم 2 لو انت خطك مش حلو ممكن تخسر على الخط علامات. رقم 3 في قطعة التعبير أو في موضوع الرايتنج، لو أنت تذكرت جملة بدك تحشرها بين كلمتين راح تحط سهم لفوق وتحشرها، هذا مش منظر حلو وممكن أنه ينزل لك علامتك، لكن بالكمبيوتر سهل جدا ترجع السهم 4 5 كلمات وبتضيف اللي بدك إياه ما بيأثر على إشي. وغير هيك ما بتضيع وقت وأنت بتمسح السطر سطرين وثلاثة وترجع تكتبهم من أول وجديد، بكل بساطة كنترول إيه بتعلم عليهم كلهم بكبسة واحدة بنمسحه. فامتحان المحوسب أسهل بكثير من الورقي. هل يرسب أحد في امتحان الآيلتس؟ احنا ما بنسميه رسوب لكن نقدر نقول انه انت ما جبتش العلامة اللي نفسك فيها. لو دخلت انت و10 على امتحان الآيلتس فكل واحد جاي بده رقم معين، اللي معه صف 10 بده يكمل توجيهي في بريطانيا بكون طالبين منه مثلا 3.5، انت بتكون رايح تشتغل كممرض بكونوا طالبين منك 7، غيرك رايح يشتغل كممرض لكن في أمريكا بكون طالبين منه 6.5، غيرك بكون رايح يقدم ماجستير مثلا يمكن يطلب منه 7 أو 8، غيرك معه ماجستير بده يكمل دكتوراه يمكن يطلب منه 9، غيرك بده يشتغل مثلا مترجم لوزير أو لحدا VIP ممكن يطلب منه 9. فكل واحد جاي وهو حاطط في باله رقم معين، إذا ما جابش هذا الرقم راح يعيد الامتحان. فإحنا ما بنسميه رسوب، بنقول ما جبت العلامة اللي نفسك فيها. هل امتحان الآيلتس أسهل بدول الخليج؟ طبعا لا، هاي الكذبة أنا شخصيا صدقتها قبل ما أجي على قطر، وبعد هيك اكتشفت إنه كلام فارغ. الامتحان ستاندرايزد يعني في كل دول العالم الأسئلة بتيجي بنفس الطريقة، الأجوبة بتتجاوب بنفس الطريقة، نموذج الإجابة هو طريقة التصليح هي، وحتى في السبيكينج بيسألك واحد وبصلحوا لك 2 وبأخذوا المعدل ما بين العلامة اللي أعطاك إياها الأول واللي أعطاك إياها الثاني. فالامتحان هو سواء بأمريكا بقطر بالسعودية بالأردن بموزمبيق، الامتحان هو. أنا مقدم آيلتس 4 مرات في الأردن و4 مرات في قطر وبقول لك الامتحان هو بالملي. ماذا لو أحرزت علامة أقل من المطلوبة في آيلتس أو غيره؟ سؤال حلو، نسيت أقول لك في امتحان اللغة الإنجليزية أنه أنت ممكن تقدم على دفعتين. يعني أنا قدمت الآيلتس مطلوب مني عشان أمريكا 6.5 في كل جزء، 7 في السبيكينج، 6.5 في المعدل، جبت كل هاي الأرقام ما عدا 6.5 في السبيكينج، فأنا بدي أعيد كل الامتحان عشان أجيب كمان نص علامة زيادة بالسبيكينج. لو قدمت الامتحان مرة ثانية وجبت نفس العلامات في كل جزء ما عدا السبيكينج مثلا جبت فيه 8 بس الليسنينج نزلت ل6، فممكن أنا يجمعوا لي علامات الجهتين أو الجلستين تبعون الامتحان
بحيث انه كل جزء يختاروا من الجلستين للامتحان اعلى علامه جبتها في هذا الجزء، بشرط انه يكون علامتك في كل جزء 6 او اكثر، وبشرط انه ما يكونش الفتره بين الجلستين اكثر من 6 شهور، وبشرط انه الاربع اجزاء تقدم فوق يوم واحد. لانه صارت معي مره او مرتين انه قدمت السبيكينج في يوم والثلاث اجزاء الثانيات قبليهم بيوم او بعديهم بيومين. امتحان الاو اي تي نفس القصه، تقدر تجمع جلستين امتحان من كل مرة العلامة الأعلى. هل أستطيع اختيار محامي الهجرة وكيف يتم التواصل معه؟ محامي الهجرة مش راح تقدر تختاره لأنك أنت في بلد وهو في بلد، غالبا راح يكون المحامي في أمريكا أصلا، فكيف بدك تختاره وأنت ما بتعرف مين هو؟ أنت راح تتفق من بلدك مع شركة هجرة، شركة الهجرة بتكون متفقة مع شركة توظيف موجودة بأمريكا، شركة التوظيف اللي بأمريكا إلها 15 20 30 40 محامي، كل ما يجيها ملف بتسلمه لمحامي، فبتلاقي كل محامي معاه ملفات 50 60 70 80 ممرض مهما يكون الرقم، فهم بحددوا لك المحامي، وتخافش كلهم دارسين فاهمين وعندهم خبرة بس في الهجرة بس في ملفات الممرضين، فأنت ما راح يلزمك تحدد لهم المحامي. في النهاية شكر كبير جدا 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 للزملاء اللي بعثوا لي هاي الأسئلة، وبرضه بنرجع بنكرر اللي عنده أي سؤال يكتب تحت بالتعليقات، وراح نعمل جزء رابع وخامس وسادس وسابع ما عندي مشكلة، المهم إنه نفيد الناس. وأي واحد عنده أي سؤال عن الهجرة، عن أمريكا، عن بريطانيا، عن قطر، عن دول الخليج، اكتب لي تحت بالتعليقات. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة، ولا تنسى تفعل زر الجرس، تدخل على كلمة اشتراك بتشوف مكتوب بعض ولا كل، خليها على الكل عشان كل ما ننزل فيديو يجيك إشعار إنه محمد ناصر نزل فيديو. بننزل فيديوهين باليوم، وبعض الناس ما بيشوفوا إلا كل أسبوع فيديو، مع إنه عندنا أكثر من 1000 مشترك بالقناة، وكل فيديو يدوب يجيب 70-80 مشاهدة. بالوضع الطبيعي 90% من اللي بيشوفوا الفيديو مش مشتركين، يعني المفروض الفيديو يجيب 8,000-10,000 مشاهدة. فهمتكم معنا عشان القناة تكبر وتتوسع وتنتشر، وناس أكثر تستفيد، وناس أكثر تأخذ المعلومة الصح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.